سؤالي الأول لمعالي الدكتور ماجد عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار. الآن اللي يحدث اللي متوقع في هذه الميزانية أن يكون هناك نمو إيجابي بعد عام من نمو سلبي لعام 2017، وبالتأكيد نمو كذلك القطاع الخاص يتجاوز 3%. كيف ترى أن هذه الميزانية التوسعية بإنفاق الاستثمار المرتفع مقارنة بعام مضى ستؤثر على تحسين الطلب وفرص القطاع الخاص لإنجاز الأعمال وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ شغال. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية أحب أن أقول أن الوطن يمر في مرحلة تحول تاريخية هامة، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا. لما تنظر رؤية 2030 هي خطة طموحة استباقية شاملة جاءت لتحقق طموحاتي وطموحاتك وطموحات أبنائنا وبناتنا، ومن حقي أنا كمواطن أن يكون لي طموح أن تكون المملكة تواكب دول العالم بخدماتها، بمجتمعها، بجودة حياتها. فجاءت الميزانية كأداة لتحقيق وتمكين وهذه الرؤية. أنا لا أريد أن أتكلم على الأرقام وكبر حجم الميزانية وكبر الإنفاق، ما في شك أنها ميزانية تاريخية، لكن أنا ودي أن أقول أنها ميزانية جد شاملة، جد متنوعة، جد فيها جودة في الصرف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هناك إنفاق رأس مالي وتشغيلي، يعني في مشاريع، في ضخ فلوس لبناء بنية تحتية وإنفراستركشر وإلى آخره. في إنفاق استثماري وفي إنفاق تحفيزي. فبالتالي الإنفاق الشامل هذا، الرأسمالي والاستثماري والتحفيزي، حيحرك البلد ويمكن رجال الأعمال من أن يكون شريك في التنمية. أيضا نعيش حراك غير عادي على مستوى وزارة التجارة مثلا والاستثمار. وجوابا لسؤالك يا سعادة الدكتور، أول شيء البنية التنظيمية على مستوى الوزارة. الأول الهيئة العامة للاستثمار ارتبطت بوزارة التجارة، تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي ما كانت موجودة، تم تأسيس الهيئة العامة للسعودية الملكية الفكرية وكان حقوق الملكية الفكرية وزي ما أنتوا عارفين. فالبنية التنظيمية على مستوى الوزارة ما في شك في تطور مستمر، مو بس على مستوى الوزارة، مستوى البلد. كل يعرف أن هناك إعادة تشكيل، دمج جهات، تأسيس هيئات الآخر. فباختصار أن هذا الحراك الغير عادي، هذا التنظيم الغير عادي، الميزانية هي ممكن حقيقي ومحرك حقيقي لكي تخلق فرص عمل، لكي تمكن القطاع الخاص، لكي تساهم في النمو الاقتصادي المستمر.